فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم. بدأ عدد تنازل المقابله اللي سنوا فيها التوانسه الكل مقابله منتخبنا الوطني التونسي ضد منتخب الكاميرون في نهائي بطوله افريقيا للكره الطايره. باش ناخذ اكثر تفاصيل على المقابله هذه مع زميلنا الاعلامي المختص في الكره الطايره رفيق زخامه. رفيق اهلا بك. مرحبا بك سلام ومرحبا بكافة المستمعين على اكسبريس اف. مرحبا يا رفيق. دونك ساق قبل ما نحكيو على المقابلة ظهر لي حب تأكيدنا عندك باش تكون منقولة على القناة الوطنية الأولى على عكس المقابلات الماضية. مازال تأكيد مش ممكن. المفاوضات جارية مع التلفزة الرواندية لآخر لحظة يوم أمس. إشكاليات كانت تقنية بالجملة لنقل المباراة، كنا باش ننقلوا نصف النهائي، واليوم المفاوضات مازالت جارية. مازلنا نستناو صراحة لاخر لحظه، ان شاء الله نتمكنوا من بث على كل حال. معناه لحد الان مش مؤكد قبل 4 ساعه تقريبا. لحد الان تقريبا مش مؤكد. ما تعرف افريقيا والتلفزيونات افريقيا وكيفاش كيفيه التعامل معاهم، معناها تلقى صعوبات والبث والارسال مفاوضات في مفاوضات ماليه فلوس معناها ولا شنو بالضبط؟ لا والله ما عندي فكره معناها بالضبط. عمل ثم امور تقنيه ساعه، امور ارسال معناها لازم تعد على الجزائر وبعد يوصل لتونس. وممكن ثم مفاوضات ماليه معناها في اخر لحظه، تعرف يستغلوا معناها الاتحاد الافريقي والتلفزيونات الافريقيه يستغلوا الموقف معناها ورفعوا في مبالغ مشتته لنقل هذه المباريات. فهمت؟ على كل ان شاء الله يتوصلوا الحل، ولحبايب الكره الطايره خاصه وتونس الكل يتمكنوا من مشاهده المقابله. سينو اذا كما تمكنتمش بطبيعه على التلفزه اكيد فما قناه رواندا تنجموا تلقاوها حتى على الانترنت، رابط المقابله تلقاوها يتعدي المقابله هذه. به رفيق دونك نحكي شويه على مقابله تونس والكاميرون. شنو هي حظوظنا؟ هل النهائي ضد الكاميرون يكون اسهل من مصر اللي فزنا عليها البارح، والا كيفاش بالضبط المقابله اليوم؟ لا تقريبا مباراه مصر ماهيش مخيص باعتبار ان المنتخب المصري بلغه العاميه غير الجلد نتاعو. اغلب لاعبيه ثم اللاعبين الكبار عبد السلام عبد الله واحمد صالح تقريبا اعتزلوا، ثم لاعبين اخرين ما حبوش يتنقلوا. الاتحاد المصري معناها اخذهم الفحوصات الطبيه وشان يهم الاتحاد المصري. معناها المنتخب المصري جاي مشبب ومضطر المدرب انه يختار اللاعبين اللي يوافقوا على الرحله هذه، ربما خوفا من مواجهه تونس. معناها هذا الشيء المؤكد في الكواليس. المنتخب التونسي باش نكونوا اكثر معناها وضوح في مشواره خلال هذه الدورة، ما كانش مشوار صعيب بعد أولمبياد، معناها كان ممتاز أمام عمالقة العالم. يلقى روحه يواجه في المنتخب النيجيري، الأثيوبي، منتخب جنوب السودان، منتخب الكونغو في ربع النهائي. معناها مباراة انتهت بثلاثة أشواط لصفر تقريبا. الإيقاع والإيقاع بالنسبة للمنتخب ما كانش عالي. ربما الندية الأولى اللي لقاها أمام المنتخب المصري بعد ما فاز بالشوط الأول، ثم شوية استسهال وتراخي على المستوى الذهني بالنسبة للاعبين خلى المنتخب التونسي يخسر الشوط اللي ما كناش ننتظروه. ولكن في نهاية الأمر استرجع وجهه المنتخب التونسي في الشوط الثالث، وكان مقياس للمنتخب التونسي للأداء اللي ننتظروه منه. مواجهة الكاميرون باش تكون مواجهة ثارية أول حاجة إسلام، باعتبار أن المنتخب هذا تقريبا في دورة 2019 كان هو المنتخب المرشح فوق العادة للفوز بالبطولة الإفريقية. حتى في معناها وجود المنتخب التونسي، لكن المنتخب التونسي بخبرة لاعبيه وتحكمه تمكن من اقتلاع فوز صعيب وبطولة إفريقية عزيزة برشا سنة 2019. يلقى روحه مرة أخرى نفس السيناريو يعاد المنتخب التونسي المنتخب الكاميروني في نهاية العمر في نهاية الإفريقي. رفيق هو أنت حكيت على نهاية 2019، أنا تابعت حتى صفحتك في فيسبوك، حكيت على مواجهات أسبقية تاريخية. يعطيك الصحة بركة عليك على الأرقام اللي عطيتهم لنا. حكيت على أسبقية تاريخية لتونس على الكاميرون، كيف حتى في البطولة هذه منتخبنا تقريبا هزم في شوط واحد ضد منتخب مصر. عنده مهمية للكاميرون، ينجموا يعاونوا حتى معنويا. لا 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 معنويا معناها هو تاول الحاجة الأهم أنك تلقى الإيقاع نتاعك. أنا فرحان بالشوط اللي خسرناه يوم أمس كونتر مصر. علاش؟ معناها فيقنا شوية من الإيقاع الباطي اللي قاعدين نلعبوا به، قاعدين نجريو في المباريات معناها مانيش قاعدين نقدموا في المردود بحكم ضعف المنافسين وبحكم تفوق معناها المنتخب التونسي. صراحه المنتخب التونسي معناها في وضع اكبر شويه من المستوى الافريقي، معناها افضل من الفرق القاره الكل.
على جميع المستويات، معناها حتى فوز البطولة الإفريقية زي لا متوقع، معناها أغلب الملاحظين واللي يتابعوا في الكرة الطائرة الإفريقية يأكدوا أن المنتخب التونسي معناها قادم على مهلش يزبو بطولته ويروح على روح. بالنسبة للمنتخب الكاميروني، قلت لك المنتخب الكاميروني مقارنة ببطولة 2019 ربما غياب اللاعب الأكبر زو رمال في الميزان في أداء المنتخب الكاميروني جوناثان لاعب القائد الفريق اللاعب 14 واللي كان ينشط بفرنسا سليمو سنة 2013 و2014 كان أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، خلى فراغ كبير على مستوى الأداء. المنتخب الكاميروني صحيح أنه ترشح للنهائي، صحيح أنه قدم مشوار طيب أمام الكونغو 3-1، أمام مالي 3-0، أمام نيجيريا 3-0، أمام النيجر 3-0، ثم في ربع النهائي 3-1 أمام المنتخب النيجيري، مباراة ممتازة جدا أمام المنتخب المغربي في نصف النهائي 3-2. اختار المنتخب المغربي في الشوط الخامس ربما لعب في مركز 4 3 كرات تقريبا رجعهم للصد، كانت معناها كافية القضاء حيام المنتخب المغربي. مرور المنتخب الكاميروني باش ما نتفائلش ياسر، وأنا واقعي جدا وبطبيعة الحال ما نصدق إلا ما تتسجل النقطة الأخيرة المنتخب التونسي، خليني نقول 60-40، 60 للمنتخب التونسي 40 للمنتخب الكاميروني. في نهاية الأمر إن شاء الله نكونوا موافقين، وإن شاء الله اللقب والبطولة الإفريقية السادسة على التوالي بالنسبة للمنتخب التونسي. وكما في التدوينات قلت نحلوا الخزانة جديدة، قدر عنا 10 ألقاب في البطولة الإفريقية، وإن شاء الله اللقب ذا 11 نرجع به لتونس على غرار كرة السلة إن شاء الله. حمزة نقل بينها كان في فورمة كبيرة، نستناو حمزة اليوم يقود المنتخب نفس السيناريو، أما سيناريو معكوس، معناه في بطولة مصر 2017 حمزة نجا تقريبا خاضر كل المباريات، في النهاية تتغير تخلى وسيم بن طارق قلب المعادلة، ثم حسابات وثم احصائيات يقوموا بها المدربين محاصرة اللاعبين سيرتو المتميزين بالنسبة للمنتخبات المنافسة. وسيم بن طارق نجم نقولوا حفظوه، معناه حمزة نجا كان مغاير بقى بطبيعة، حمزة نجا قدم مردود ممتاز جدا خارج المنتخب من بعض الأوقات الصعيبة، وتعرف حمزة نجا معناها في نهاية البطولة اللي قدمه مع الترجي الرياضي التونسي كان فعل وغير وجهة البطولة من شخص التونس برسالته بدأوا على مستوى الهجوم، وحمزة نجا ما خالش عليه، معناها لاعب يدخل يقدم المردود يقدم الإضافة اللازمة. الحاجة الباهية ممتازة بالنسبة لمنتخبنا ثراء البنك مقارنة ببقية المنتخبات، والحاجة اللي تفرح أكثر أنه بدينا نصدروا في اللاعبين، معناها البطولات الأوروبية سواء لأسباب دراسية أو لأسباب أخرى، وهذا الشيء اللي فرح وهذا اللي مطلوب. منتخب الكاميروني باش نعطي نبذة للمستمعين علاش وصل للمستوى هذا، منتخب الكاميروني انتدب مدرب ألماني كان أشرف على فريق الترجي الرياضي التونسي، انتدبوا بعد المنتخب الكاميروني من نصائح وقال أنه البطولة الكاميرونية تنجمش تقدم منتخب كبير كاميروني على الساحة الإفريقية والساحة العالمية. صح أهل الذكر هناك في الكاميرون باش يحترفوا اللاعبين، تقريبا إسلام 218 لاعب كاميروني ينشطوا في البطولات الأوروبية، عادي جدا أنك باش تكون منتخب محترم جدا على المستوى الإفريقي على الأقل. فقط لعبة الكواليس نتهناو اليوم بعد انسحاب المنتخب المغربي، منتخب الكاميروني نجم يكون أسهل خاصة في الفيهد، هذا حديث كبير يا إسلام ويلزم حصة كاملة، معناها صراحة اللي صار معناها المنتخب المغربي عنده حساباته خاصة بعد مضمون ترشحه في مجموعته، وكان معناه يخاف أنه يواجه تونس في الدورة نصف النهائي، سايب المباراة بين الظفرين للمنتخب المصري. المنتخب المصري ترشح بين الظفرين، كل شيء في التقييم المنتخب الكيني اللي قدم مردود ممتاز على المنتخب المصري لأول مرة في تاريخه، قدم مباراة ممتازة جدا من منتخب المغربي، وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يكون المرافق للمنتخب المغربي، لكن حسابات المنتخب المغربي أفزت كل شيء بالنسبة للمنتخب الكيني. المنتخب الكاميروني يلقى روحه في بعد مواجهة الكاميرون وانهزامه في نصف النهائي، يلقى روحه في مواجهة المنتخب المصري وهي خايبة المسعى، ربما قتل جاء تحت الميزان، بيخسر اليوم مباراة الترتيبية والمؤهلة لكأس العالم بطبيعة الحال من المنتخب المصري بنفس النتيجة اللي خسر بها المباراة في الدور الأول 3 أشواط
ليشاو، وبالتالي معناها الحسابات كل تحت في الماء. يعطيك صحة رفيق، ما عادش ماشي جديد بخصوص البث وانت معانا، مش عندك شي حاجة. نستنى فما حاجة نعلموك إسلام ونعلموا السادة المشاهدة، ولا على حرم من الجمر شنو نقولوا المباراة. إن شاء الله بكلنا نحبوا نتفرجوا أكيد في مقابلة النهائي، مقابلة مهمة جدا للمنتخب التونسي من أجل اللقب الثالث ليه على التوالي. شكرا لك رفيق زخامة، زميل الإعلامي في التلفزة الوطنية، على كل هذه التفاصيل مديتنا بها بخصوص مقابلة المنتخب التونسي ومنتخب الكاميرون. بعد شوية الخمسة يبدأ الماتش، بالتوفيق إن شاء الله المنتخب. نذكركم بالموعد الجديد للبرامج الصيفي الشتوية عفوا اللي تبدأ غدو على إكسبرس أفام فير بلاي، كل يوم من الاثنين حتى الخميس، من الثلاثة حتى الأربعة متاع العشية سويعة كل يوم، نهار الجمعة ميتون مع محمد الهادي أبو العابة، نهار السبت زون ميكست، نتقابلوا كالعادة في الحوار الأسبوعي من الثلاثة ونص حتى الخمسة متاع العشية. كنكملوا فير بلاي اليوم. شكرا ياسر جويني في الإخراج، ناصر السكري في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات، إسلام.